متابعي قناة ميد سبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. بعد أسابيع من الأخبار المتضاربة، ها هو رحيل زيدان عن ريال مدريد يصبح خبرا رسميا. خبر يبدو مفاجئا، لكن الفرنسي كانت له أسباب قوية دفعته للاستقالة، وهو قرار لم يكن يتمنه أغلب نجوم ريال مدريد. في هذا الفيديو الخاص كالعادة من قناتكم ميد سبورت، سنعرض لكم أسباب رحيل زيزو، وجهاته القادمة، بديله في تدريب الريال، ونختم برسائل نجوم الملكي إلى الميستر بعد رحيله، فابقوا معنا. نبدأ بأسباب الرحيل، والتي جاء في مقدمتها الانتقادات التي تعرض لها زيدان من بداية الموسم، خصوصا من الإعلام المدريدي، والذي قابله صمت لمسؤولي الريال وعدم تقديم دعم قوي وعلني له بالأخص، وأن فشل الفريق يعد من أسبابه عدم تنفيذ طلبات زيدان من مسؤولي الفريق، وخصوصا رئيس النادي باستقدام لاعبين طالب الفرنسي بقدومهم، وهو ما أكده برنامج شرينجيتو، والذي أوضح بأن الاجتماع الذي جمع بين بيريز وزيدان قبل قرار الاستقالة أبلغ خلاله زيدان الرئيس بيريز بأنه لم يعد يشعر بالأمان والطمأنينة، وأنه افتقد أي دعم من قبل النادي. وهناك سبب آخر، وهو كثرة الإصابات التي يتعرض لها معظم لاعبي الفريق منذ خروج المعد البدني المفضل لزيدان أنطونيو بينتوس صوب إنتر ميلان. وانضاف لهذه الأسباب عدم تجديد النادي لعقود ثنائي الفريق لوكاس فاسكيز وسيرجيو راموس. وبخصوص وجهة زيدان القادمة، تعد الخيارات التي تطرحها الصحف حول هوية النادي الذي سيقوده المدرب الفرنسي في الموسم القادم محدودة ومتنوعة، ومنها مهمة إنقاذ في نادي بدايته بوردو الفرنسي، والذي يعاني من أزمة مالية حادة. لكن يبقى الخيار الأكثر واقعية هو تدريب باريس سان جيرمان، خصوصا في ظل تصاعد الأخبار التي تتحدث عن عودة محتملة لبوكاتشينيو إلى توتنهام لعدم تفاهمه مع إدارة باريس. أما بخصوص بديل زيدان في ريال مدريد، فالأخبار تتواتر بسرعة من مصادر عديدة. على الأغلب لن يخرج مدرب ريال الجديد عن أحد هذه الخيارات، أولها راؤول غونزاليس أسطورة الملكي ومدرب الفريق الرديف، أو أنطونيو كونتي المستقيل حديثا من تدريب إنتر ميلان. كما يعتبر الناخب الألماني الذي سيرحل بعد اليورو يوخيم لوف خيارا حقيقيا ومحبذا للرئيس فلورنتينو بيريز. بعد أسباب الرحيل، الوجهة القادمة والبديل، ننتقل الآن لمعرفة ردود فعل أبرز نجوم الريال على رحيل مدربهم. هذه الردود جاءت على الحسابات الشخصية لأغلب اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملت في طياتها الكثير من التعاطف والامتنان. ونبدأ بكريم بنزيما، والذي قال: شكرا لك أخي على كل ما قدمته لي على المستوى الفردي والجماعي. وأضاف: أنا فخور بأنني تمكنت من المضي قدما والتطور برفقة شخص مثلك، أراك قريبا. أما القائد راموس فقال: هناك زيزو واحد فقط، وأتمنى لك الأفضل، أنت تستحق ذلك، وأنت شخص تحب الفوز، استمتع بحياتك ومع عائلتك، عناق كبير، شكرا زيدان. توني كروز جاء تعليقه مقتضبا كالآتي: لقد كان من دواعي سرور العمل معك، شكرا زيزو. الكرواتي مودريتش علق قائلا: لقد كان فخرا عظيما أن ألعب وأفوز معك، أنت الأفضل، كل التوفيق. وجاء تعليق الحارس كورتوا هكذا: إنه لشرف كبير أن يكون لدي مدرب أسطورة مثلك، أشكرك على كل ما علمته لي والثقة التي منحتها لي وما فزنا به معا، وأمل أن نلتقي مرة أخرى، أتمنى لك الأفضل. ماريانو دياز انضاف بدوره للمودعين قائلا: شكرا لك على كل هذه السنوات ومنحك الكثير للفريق ميستر، أتمنى لك كل التوفيق في مرحلتك الجديدة. أسينسيو نشر فيديو يظهر زيدان يهمس له بكلمات، وكتب على المنشور مودعا زيزو: شكرا لك على كل ما علمتني إياه،
أتمنى لك التوفيق في مساعيك الجديدة. مارسيلو علق بدوره مع صور يحتفل فيها مع زيدان وقال: شكرا يا أسطورة، شكرا لك ميستر على كل هذه السنوات في النادي، وتهانينا على كل ما حققته هنا، أتمنى لك الأفضل في المستقبل. البرازيلي الآخر كاسيميرو نشر بدوره: شكرا لكل شيء ميستر، أنا مدين لك بجزء كبير بما أنا عليه الآن، إعجاب أبدي. وقال داني كارفاخال: ميستر، لدي كلمات امتنان لهذه المرة التي كنت فيها مدربنا، شكرا جزيلا لتفنيك ولجعلي لاعبا أفضل كل يوم، وشكرا لجميع معاونيك الذين كانوا بجانبنا طوال هذه السنوات، وأتمنى لك التوفيق. بالتأكيد سنلتقي مرة أخرى في المستقبل. وعلق رافائيل فاران: منذ وصولي إلى مدريد قبل 10 سنوات كنت أكثر من مجرد مدرب ومعلم، لقد ساعدتني في التطور كلاعب وكرجل، لقد تمكنت من قيادة هذا الجيل الذهبي إلى القمة عدة مرات، لا أستطيع أن أشكرك بما يكفي على كل النصائح التي قدمتها لي داخل الملعب وخارجه، شكرا مرة أخرى، حظا سعيدا وأراك قريبا. بقية اللاعبين جاءت ردودهم على نفس الشكل كناتشو وفينيسيوس، لكن البعض تخلفوا عن ركب المودعين وعلى رأسهم إيسكو، وربما يعود سبب ذلك لكون العلاقة بين اللاعب ومدربه خلال الفترة الأخيرة لم تكن على ما يرام. في ختام هذا الفيديو أخبرنا برأيك، أين تتمنى رؤية زيدان مدربا؟ إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.